مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي القناه الوطنيه الاولى انتم الان في حضره الثقافه برنامج جمهوريه الثقافه البرنامج الفكري الحواري الحضاري الذي يتناول كل القضايا الجاده على الساحه التونسيه نناقش هذه القضايا مهما كانت أهمية اهميتها ولكن بعيون الكتاب والباحثين والاكاديميين والفنانين وصناع الراي العام والناشطين في دوائر المجتمع المدني اعزائي المشاهدين نخصص هذه الحلقه للحديث عن فكر المؤرخ الكبير الراحل هشام زعيد وسوف نسلط في هذه الحلقة مع ضيفتينا الأضواء على أهم اللبنات التي تشكل فكرة وتفكير ومسار العلمي لهذا الراحل الكبير لا أدق من الحديث عن المؤرخ من المؤرخ ومن المؤرخين ولا أصدق من الحديث عن الأستاذ غير تلاميذه بوصفهم امتدادا له ولفكره لذلك دعونا الدكتورة حياة عمامه مرحبا بك أول مرة جينا جينا لجمهورية الثقافة أول مرة أي شكرا على الدعوة أنت عندك علاقة كبيرة مع شاب أذكر حياة عمامه أستاذة التاريخ الإسلامي في الجامعة التونسية لك العديد من المؤلفات في مجال التاريخ أذكره من بين أهم الكتب السيرة النبوية السلطة وهجس الشرعية في صدر الإسلام وأصحاب محمد ودمرهم في نشط الإسلام وهي رسالة الدكتوراه التي أشترك. نعم وهي الرسالة الدكتوراه التي تمت تحت إشراف الدكتور الراحل هشام فعيت طبعا من تلامذته أيضا المقربين جدا الدكتورة سلوى بالحاج صالح مرحبا بك انا من التحرير والتنوير ما شفتكش مرحبا لي اول مره تجي جمهوريه الثقافه مرحبا بك اذكر الدكتوره سلوى بالحاج صالح هي استاذه محاضره في التاريخ الوسيط والاديان المقارنه بالجامعه التونسيه جامعه توسا مرحبا بك اذكر من بين اهم مؤلفاتك المسيحيه العربيه وانت الان من المختصين في المسيحية العربية المسيحية العربية وتطورتها من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي وكذلك لك قريش وقائع واحداث قبل الاسلام والكتاب الشهير الصغير الجميل دثريني يا خديجه وهي دراسه تحليليه لشخصيه خديجه بنت خويلد ولك طبعا العديد من المساهمات والمقالات انتم اقرب ناس قبل هذه الكلمه لهشام مجعية هذا المفكر هذا المفكر وهذا المؤرخ سنتحدث عن ربما هو أول سؤال وأهم سؤال يتكرر هذا السؤال دائما هل هشام جعيد كمؤرخ ومفكر هل له فعلا مشروع فكري متكامل رغم أنه لا يقول أنه هو دائما يعني. وابدا يذكر ان لا مشروع له ويقولها صراحه يقول انا كان وقالها في حصة المشي نعم أه حسب رايك انت سلوى وحياه نجم نحكيوا ان هناك ثم لبنات تشكل هذا أه هذا هذا انا في اعتقادي هشام طيب كان له مشروع وهذا المشروع منها راوح فيه بين صفته كمؤرخ وهي مهنته كما يذكر هو ومعناها ما فكر فيه في قضايا العالم العربي الاسلامي في الوقت الحالي اذا فهو يراوح بين هذا وهذا وكان معناها كانت له فكره مهمه جدا وفي هذا يلتقي مع عبد الله العروي لانهما ألفا في نفس الوقت معناها كتابين مم. واحد الشخصيه العربيه والاخر ازمه المثقفين العرب اذا وكان فيهما تقريبا مشروع للخروج من الازمه التي معناها بدات تسيطر على دول ما بعد الاستقلال بعد نكبه 67. صحيح. اذا هذه النكبه وان لم تؤثر في تونس او في المغرب الاقصى مثل ما اثرت مثل المشاركة. ما مصر او م. غير مصر ولكنها اثرت في آه في سياسات هذه الدول الوطنيه التي جاءت بعد الاستقلال والتي كانت تحمل مشروع التقدم والتحول معناه من بلدان مستعمرة, مستعمرة إلى بلدان متقدمة على شكل أوروبا ولا حتى أمريكا إلى آخره وهو فعلًا ما حدث بالنسبة لعديد بلدان شرق آسيا وحتى أوروبا الشرقية إلى آخره ولكن هذا لم يتم بالنسبة للعرب والمسلمين وجعيت معناها دون أن يذكر هذا بصفة صريحة يقول أنهم لم يدركوا عمق الازمه التي تردوا فيها نتيجه اختيارات غير صائبه في السبعينات. اذا ان كانوا ادركوا وهذا علاش معناه حل الاسلام السياسي محل الحلول التي كان من الممكن ان يتجهوا نعم. اليها. اذا لذلك فانا اعتقد ان جعيد كان صاحب مشروع لانه اولا يربط بين الماضي والحاضر ويرى ان الحداثة إن شئتم الحداثة في م. هذا عند العرب والمسلمين لا يمكن أن تتم إلا من داخل الثقافة ثقافة الحضارة العربية الإسلامية إذا يمكن أن نتأثر بالغرب ولكن معناها على أمر إيه الأمر, المهم يجب أن نابعة. داخلنا وليس من الخارج أساسا واضح. لأن هذه هي الفكرة الأساسية يظهر. نفس <applause> مشروع هذايا تو طيب كنتكلموا على الجابري ولا نتكلموا على اركون ولا نتكلموا على نحكيه عن ثم هاجس اسمه او هوس المشروع الفكري فعلا نسمعوا احنا عندما نسمع خطاب حول هشام جعيط يقول لك هشام جعيط رغم انه ما يقولش يقول هناك ثمة مشروع فكري فيه ملامح واضحه فيه يعني عتبات واضحه كيفاش ترى الموضوع <applause> فعلا انا طلعت على كل كتابات استاذنا هشام جعيط ومقالاته وحواراته ومن خلال معناها تعاملنا معه كطلبه ومن بعد كاساتذه انا اقول انه هناك اكثر من مشروع هناك هاجس مم. كان لسي هشام هاجس مهم جدا وهو التركيز على مجتمعه العربي الاسلامي وخصوصية هشام أنه كان يكتب انطلاق من مخزونه الذاتي دونك من هنا نفهم عنده مشروع وأن يكتب تاريخ وأن يتفكر تاريخ المجتمع العربي الإسلامي الذي ينتمي إليه انطلاقا من مخزونه وفعلا نستطيع أن نتبين معناها الخطوط الكبرى لهذا المشروع من خلال تركيزه على الإسلام كدي. مم. ومعناها تحدث عن الديانات مختلف ديانات لكن عناوين كتب وكتبه كلها مع مركزه على العروبه لا يخلو من الإسلام. كلمه اسلام او اسلامي إسلام. او دين ثم هناك محور مهم جدا لأن معناها إن نستطيع ان تبينه من كل كتبه الشخصيه العربيه جعيت معناها تحدث عن الشخصيه العربيه الموجوده انطلاقا من الفتنه مم. وانطلاقا من نموذج محمد النبي. علاش انت تحكي على الهاجس. أي الهاجس مم. مم. وتحدث عن الشخصيه العربيه المنشوده مم. من خلال ما نظر لها في كتاب الازمه الثقافه الاسلاميه مم. موجود المشروع لكن وهنا افتح قوس ينعتون استاذنا هشام جعيد بالغطرسه وهو بسبب تواضعه <متحدث> انكر ان له مشروع هذا من باب التواضع نراه عن لكن <متحدث> عنده مشروع ضخم وانا اعتقد انه مشروعه معناها يعني حققه <applause> من خلال كتاباته ومن خلال تكوين طلباته فكل المواضيع التي يقبلوها لانه الطالب يمكن ان يقترح موضوع على استاذي <applause> ومن خلال المواضيع التي يقترحها وكلها تصب في مجال الثقافه العربيه الاسلاميه والعالم العربي الاسلامي كان يوجهنا في المسار هذا حتى المسيحيه العربيه ليس جزء <applause> على المجال <applause> بالعكس لانه في صلب الشخصيه العربيه هناك الشخصيه المسيحيه العربيه Donc, euh, هذا المشروع الضخم الكبير و, 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 وحدد له ادواته العلميه وادواته المنهجيه وكان يعرف ما يكتب ويعرف ما يقول واعتقد انه انهى مسيرته العلميه بكتابه بونسي ليستوار بونسي لا وهي كانت التاليف لكل الافكار التي سبق ان دونها منذ شبابه يعني منذ صدور كتابه الاول الشخصيه العربيه الاسلاميه والمصير العربي. حياه لو نعملوا ان بيلون للاعمال. هشام <applause> جعيد انا <applause> احنا نقولوا خلينا نقولوا شويه للمتفرجين نذكروا العناوين ونبينوا شنو الارتباط كل مشروع كتابه الاخر سواء كان في الفكر او في التاريخ شنو اهم علامات هذا المشروع المكتوب لانه الحديث على المشروع مش تنظير هذا او بناء ايديولوجيا هذا منجز مكتوب ابيض على اسود نجم اليوم نتكلم مع صدور هذا الكتاب الاخير بونسي ليستوار بونسي لا ريليجيون صدر عن درس انه هذا يمكن ان يكون الحلقه ربما الأخيرة نجم الأخيرة نقول. بين معقفين لتوجع يعني توجعك أنت كلمة آه. لهذا لهذا, ال... لهذا اكتمال الدائرة خلينا نقول بهذا الكتاب لهذه الرؤية الواسعة ورؤية المؤرخ ورؤية المفكر آه نجم نقول إن هذا معناها لكل ما سبق وإن كتب فيه جعيت مع العلم أن سيشام انطلق في بدايته كمؤرخ المغرب الاسلامي. المغرب الاسلامي. وكتب كتابات عديده يعني المغر... بلاد المغرب لي. معناها نشر في استوديا اسلاميكا حول المؤسسات في بلاد المغرب وحول الفتح وحول معناه في بعض القضايا في الاندلس م. وحول مصادر كتابه التاريخ م. في افريقيا بصفه عامه وهذه هذه المجموعه من المقالات هي التي م. كونت كتابه الذي نشر سنه 2004 والمعانون بتأسيس الغرب الإسلامي. وحتى فكرة الغرب الإسلامي بداية. الغرب الإسلامي لأنه أه دخل فيها الأندلس. في الأندلس. وفيها للتفريق بين الغرب الإسلامي. أحيح. والأندلس عندما أدمج الاثنين أصبح الغرب الإسلامي. إذاً الغرب وحتى مصر داخلة لأنه. تحدث عن مصادر تاريخ افريقيا حتى اثيوبيا صحيح. أه. لذلك فهو معناه ذكر الغرب الاسلامي لانه يقع غرب غرب عاصمه الامبراطوريه سواء كانت دمشق ولا بغداد ولا الكوفه معناه كلها تقع في الغرب سمحني لحياته ان كان في هذا الكتاب ذات يقوم بانقلاب في الحديث عن الموضوع التقليدي بين حدود الشرق والغرب ويعتبر انه الغرب الحقيقي هو يبدا من الغرب الاوروبي الجغرافي اللي هو يعتبر مساله شكلانيه لا الغرب ليس اي غرب الاسلام أيه. لا, لا لا اكثر م. من ذلك يوصل حتى للهند يقول لك الغرب هو لوكسيدون والغرب هو من اوروبا حتى الى الهند وبالتالي فان الثقافه العربيه الاسلاميه جزء لا يتجزا من هذا الغرب اعطونا إيه. نحكيه إيه. على الفكره هذه اذا ثم بعد ان خرج من الجامعه التونسيه على هو بدا في كليه الزيتونه بدا في الجامعه الزيتونيه صحيح. وهذا كان معناه سياسيا سي هشام كان يفسر ويقول لك انه دوله الاستقلال كانت تنكر هذه الحلقه في تاريخ تونس معناها التاريخ الاسلامي يبعدونه عن معناها التاريخ الفاعل بالنسبه للبلاد التونسيه فمن التاريخ الروماني والتاريخ القديم بصفة عامة ينطلقون إلى تاريخ الحركة الوطنية صحيح وفي هذا المجال معناها سي هشام وقت اللي مشينا له باش آه نسجله في الدكتوراه معاه قال له تخدموا في التاريخ الإسلامي هكا تاريخ الحركة الوطنية ولا تاريخ روما خير لكم واسل ويخدم معناها كلها بسخرية يعني. كلها بسخرية شوية سركازم. بعد التحق بالجامعه بعد خمس سنوات قضاها في الجامعه الزيتونيه التحق بكليه 9 ابريل ثم غادر الى فرنسا. غادر في بدايه السبعينات ثم كتب هذا الكتاب عن الشخصيه العربيه والمصير العربي الاسلامي م. الذي نشر بالفرنسيه سنه 74 وبعد اوروبا والاسلام نشر ايضا بالفرنسيه دائما عن دار سوي في م. 78 وبعدها معناها انشغل في اتمام اطروحته اطروحه الكوفة. دكتوره الدوله دكتوره الدوله دكتوره الدوله المدينه العربيه هذيك معناها عندما انتقل من دار المعلمين على خاطر هو عندما عاد الى تونس من فرنسا بعدما كتب اوروبا والاسلام التحق بدار المعلمين العليا بتونس ولما انتقلت دار المعلمين العليا بين بنزرت وسوسه اذا رجع الى كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بتونس اللي هي 9 ابريل ووقتها في 81 ناقش اطروحته الكوفه التي نشرت سنه 86 ثم ترجمت الى العربيه وبعدها كتاب الفتنه عام 89 بالفرنسيه وبعدها معناها وقع تجميع لا قبل يقع تجميع المقالات التي تتعلق بالراهن العربي والاسلامي اذا حول ازمه الثقافه العربيه نشر كتاب الوحي والقران والنبوه وهو معناه الجزء واحد من الثلاثية حول حول الشخصية نصح. المحمدية حولها. بعد هذا نشر سنة 99 وتسعين سنة 2000 نشر كتاب أزمة الثقافة الثقافة الإسلامية, الإسلامية التي جمع فيها مختلف المقالات حول الراهن وحول الأزمة التي يعيشها العرب والمسلمون وخاصة المسلمون بصفة عامة وفيها قارن بين مختلف الحضارات كما قال لأنه سي اللي يختص به معناه على خلاف الكثير من المؤرخين وهو المختص في التاريخ الإسلامي المبكر يعرف جيدا التاريخ التاريخ القديم المتاخر لونتيكيتي تغديف ويعرف حتى معناها التاريخ القديم الغائر لذلك فهي تسال يسهل لديه المقارنات بين الحضارات هو مغروم بالمقارنات مغروم ياسر صراحه الشرقيه مم وبالحضارات مم حتى الافريقيه معناها عنده الحقيقه معرفه عميقه وجيده ثم بعد ذلك يعود الى تجميع مقالاته حول الغرب الإسلامي اللي ينشر سنة 2004 في دار الطليعة كتابه حول تأسيس الغرب الإسلامي ومن بعد يعود الى الثلاثيه فينشر تاريخيه الدعوه المحمديه يعني في كان يكتبون باراليل 2007 و2012 يخرج كتاب معناها محمد في المدينه لباركور دي محمد اميدين اي إيه لا فيكتوار دي الاسلام او يقول هذا الكتاب تعبني برشا إيه. اي, أي. إيه. على خاطر هو كان هو بدا يكتب في الثلاثيه بالعربيه وكان يراهن على القراء العرب مم. ومن بعد معناها تعبته يظهر لي العربيه الى الفرنسيه أه و... وبقى على هذا معناها من 2012 حاول انه يترجم كل الكتابات نتاعو حتى الانجليزيه وهو في بيت الحكمه ومن بعد خرج الكتاب هذا في واضح في واحد واضح حملس ال بونسي لا بونسي لا ريليجيون بونسي ليستوار بونسي لا ريليجيون سلوى كيفاش كانت هذه هذا هذا الانتباه انه في مجال الدراسات على الاسلام المبكره تم الانتباه وتوجيهك انت بصفه شخصيه ل لي... فكرة العناية بالمسيحية العربية والتي جدليا تنير ربما بعض التفاصيل ربما الغائبة حول نشأة الإسلام نفسه عندما اقترح علي سنة 88 <applause> 87-88 مشروع كتاب وتروح المسيحية العربية لأنه كان واعي بأنه هناك لم يكن هناك نمطية في المجتمع العربي مم. هناك أصناف هناك قبائل مختلفة وأنا في, في الكف... شهادة كفاءة في البحث اشتغلت على قبيلة تغلب المسيحية العربية طبعا. ايه. دونك انتبه أستاذي الى وجود هذه القبيلة الكبيرة اللي كانت تخيف حتى عمر بن الخطاب خاف منها ونفتح ايه. قوس شهادة في حق أستاذي مم. الاستاذ هشام كان يعلمنا وكان يتعلم من طلباته وعلمنا كيف ننقب في المصادر وأتذكر جيدا في احدى مقابلاته وهو يعني صحح الجزء الاول من اطروحتي عندما يعثر على معلومه دقيقه جدا والطالب هو اللي اوجدها سواء الله من مصدر اجنبي يقول اللهم زدنا علما الله معناها انا اخجل الوقت اللي يقولها يقول برافو معناها يقولها صراحه يقولها صراحه طبيعي. دونك موضوع المسيحيه العربيه أن نراه في اطار مشروع استاذي لفهم نشاه الاسلام لفهم البيئة التي نشأ فيها الإسلام لأن المسيحية العربية كانت تضم مجموعات كبيرة من العرب في الجزيرة العربية في العراق وفي الشام وكان لهم دور كبير جدا ومعناها وحتى هو من بعد في كتابه محمد تاريخية الدعوة المحمدية في مكة ركز على دور الرهبان والرجال الدين المسيحيين في كتابة حتى القرآن يعني ثم معناها مقالة موجودة اللي سمى بعض النصوص الدينية لرجال دين مسيحيين نجد افكارهم في النص القراني يعني لان هنا نتكلم عن تاريخيه اي 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 القران دونك تاثيرات المسيحيه موجوده بقوه في آه الثقافه بالجزيره العربيه ما هو منهج هشام جعيط في مقاربته للماده التاريخيه ودراسته للمسائل اه بسيط. اه بشكل بسيط بشكل بسيط جدا شعيط يعتمد المنهجيه الغربيه، مناهج الغرب في معناها معالجه القضايا التاريخيه مم. وخاصه المناهج التي تطورت مع مدرسه الحوليات لزمان وكذلك هو تاثر كثيرا بما يسمى بالمفهوميه او التفاهمية التي أتت من المدرسة الألمانية بصفة عامة ماكس فيبير ماكس فيبر وحتى بلهاوزن ونولدك و... 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 يعني تأثر كثيرا بالكتاب الألمان نتاع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ويسميهم حتى يقول هؤلاء هم المستشرقون الاكاديميون. أكاديميون معناها وهم يختلفون عن الاستشراق الايديولوجي يقولوا معناها يقوله معناه هذا هذه هو بطريقة واضحة في تاريخ تاريخية الدعوة المحمدية بمكة ولذلك معناه يقول لك أنا مهنتي مؤرخ أنا تكونت لأكون مؤرخا والجوانب الفكرية التي طورها معناها حول الراهن آتية في الأساس من التاريخ أيضا مثلا قضية الهوية ولا قضية الاستشراق ولا قضية علاقة الاسلام بالغرب ولا قضايا معناها تتعلق بما نعيشه من ازمات في الثقافة العربية الاسلامية ما حدث بسبب الاستعمار وجعيت معناها هو مفيد جدا في هذا المضمار معناها هو يقول لك انه الـ 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 الاسلام والحضاره العربيه الاسلاميه باشكالها المختلفه على خاطر هو لا يؤمن ان الحضاره العربيه الاسلاميه كتله واحده وانما هي أوطار م. هو خلاف لما يروج في الكثير من الاذهان من ان جعاية يتبنى القوميه العربيه لا غير صحيحة لا لا معناها هو بالنسبه لي هو 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 الاسلام مش... لا يمثل امه متوحده أي. ومعناها يامن بالدول الوطنيه التي وجدت بعد ويامن حتى بالفوارق بيناتها يمكن ما كتبوش اما انا حكيت معاه مطولا حول هذه المسائل اذا يقول معناها جعاية من الناس الذين يرون ان الاستعمار اجهض معناها مسيره الاوطان معناها ولا الدول العربيه <applause> الاسلاميه في اتجاه التقدم وفي اتجاه التطور مثل ما حدث في اوروبا اذا <applause> يعتبر ان الاستعمار مثل حاجزا ولمثل عائقا في هذا التطور ويعتبر ان هذا الاستعمار مسؤولا كبيرا حول معنى هذا التحول ومن ثم معنى ينتقدوا كثيرا الاستشراق خاصه معنى اللي يتمثل في الموظفين الكولونيالي إيه الكولونيالي أي المتمثل يعني هو يقدر هو خاصه في الموظفين والعسكريين اذا قاموا بدراسات بالضبط مهمه جدا معنى في المستعمرات بصفه عامه يعتبرهم معنى قاموا بدور سيء جدا ومعناها يلتحق بما قام به رجال الدين في العصر الوسيط من اعتبارهم لان الدين الاسلامي يمثل معنى اريزيش نقولوا الهرطقه اذا هرطقه وكذلك معناها ان محمد مش هو نبي وانما هو تاثر معناه بالنصوص المجاوره هو آآ يعني آآ والمسيح الدجال, الدجال أي, اي اي اي, أي ومعنى كل ما كتب مش هو الكل لأنه يعني ثم أيضا مستشرقين لا على لا أنا أحكي هي. لك على الاستشراق هذا الكولونيالي هي. اللي هو يحاول نفس إنتاج ما أنتجه هو. الفكر الديني في القرون الوسطى م. وموقفه من الإسلام وفما الاستشراق الأكاديمي الذي يقدمه كثيرا يسميه ولكنه لا يأخذ دائما برأيه جعاية في الاستشراق الأكاديمي الذي يعتمده م. إما يدعم الأفكار أو يدحضها أو يطورها واضح نحب نواصل في سؤالك عن المنهج أستاذ هشام عيط أولا يعتبر تاريخ علم قلت مهنا فعلا صناعه تاريخ صناعه علم, صناع. علم. علم ويقول لا يمكن أن يكون التاريخ علم إلا بالمنهجية والصرامة والدقة ثلاثة شروط م -م. وهذه المنهجية علمها لطلبته والصرامة علمها لنا وفي اطار الصرامه جعيد كان رائعا في كل معناها صفاته الا انه كان قاسيا علميا يعني في العلم كان قاسي جدا ثانيا يعني عنده منهج خاص به اسس منهج خاص به الاستاذ هشام جعيد واكبر سمه هي عقلانيه عقلنا التاريخ عقلنة التاريخ. عقلنة التاريخ. كيف ذلك؟ آه جعيت آه معروف عنه أنه لم ينزع عنه مخزون الثقافي. يعتز بانتمائه إلى الثقافة العربية الإسلامية. لكنه عندما يكتب التاريخ يترك هذه هذا الانتماء في على حدة. ينزع عنه هذا الانتماء ويكتب كمؤرخ. مر. يتعامل مع المعطيات ويقوم تفحيصها ويقوم وهذه عملية من أصعب العمليات كان صارما مع النص ولا يأخذ بعين الاعتبار انتماء وهذا نشعر به وكان ذكي جدا كان مؤرخ ذكي وعنده حدس المؤرخ وعنده نظرة استشرافية والنظرة الاستشرافية نلمسها في كتابه الأزمة الثقافية الإسلامية مم. مم. يعني ما كتبه جعيت في الأزمة الثقافية الإسلامية منذ زمن وما تصوره آآ آآ نعيشه اليوم وهذا نادر جدا انه يحق المؤرخ مم. ثم العقلانيه عقلنه التاريخ جعلته يجدد جعل يتجدد جدد في في جدد بالضبط أي. أي. جدد على مستوى التعامل مع المصادر مم. مثلا في الاستشراق كما كنت كانت زميلتي تحدث حياه انه في مجموعه من المستشرقين رفضوا التعامل مع مع المصادر على اساس انها كتبت بعديا وهزيله ويأثر عليها وفيها الاسطوري والميثولوجي اتسيتيرا فيها الانحياز فيها <applause> الانحياز العاطفي هو دي. بالنسبه للاستاذ رجعيات <applause> يعرف هذا لكنه يعني قال خساره كبيره للعلمي وللمعرفة أن نتجاهل هذا الرصيد هذا الإرث الثقافي يعني ميز بين شيئين يعني يمكن أن ننظر إليه تراثنا الثقافي ككتب الطبري وكتب السيرة وكتب والحديث إلى غير لا ينبغي أن نهملها تماما وإنما فيها جانب كذي كبير يهم التقليد الديني يهم الضمير الديني مهم أن نبقي عليها من ناحية التقليد الديني ومن ناحية الضمير الديني أما كمؤرخين وكباحثين نقوم بعملية انتقاء وفعلا هذا الانتقاء الذي قام به في كتاب الوحي والنبوة الوحي والقرآن والنبوة عندما غامر وقال أنه وقام بالاكتفاء بكتاب القرآن في دراسة الوحي والقرآن والنبوة يعني تخلى عن كتب الحديث تخلى عن كتب السيرة علما وأنه ليس الأول الذي قال أنني سأشتغل على القرآن سبقه في ذلك متقوم رواد لكن الفرق ما بين جعيت وبين متقوم رواد أن جعيت اكتفى بالقرآن يعني ترك تماما كتب الأخرى بينما متقوم رواد قال مهم أن نشتغل على القرآن لكنه لم يبتعد عن كتب السيرة مع بقي هذا هنا فين التجديد اللي الأساسي اللي قام به يعني تميز عن المستشرقين أنا بجديد اسألك سؤال نحب نضيف على الأن آه سي هشام عنده قدرة على محاورة كل من يعتمدهم في كتاباته سواء كان الرواة القدامى أو أو المستشرقين إذا كان يتحاور معهم وكأنهم شخوص أمامه وهذه قوته معناه. هذا جانب درامي. ايه هذا جانب مثلاً, مثلاً في الكوفة يبدأ يقارن بين ايه. أبو مخنف وسيف بن عمر وسيف بن عمر قال في هذا ولا قالوا هيك يعني يبدأ يتحاور معهم بعد يقول ما سينه وما فهمش أبو مخنف أبو مخنف قال هيك سيف بن عمر ما قالش هيك يعني معناها عنده قدرة على محاورة من يعتمدهم في كتبه. معناها بشكل رهيب وعنده بيتحدث عنده شابتر في شو اسمه في في الفتنه حول المصادر مشكله المصادر اسمها في غايه الروعه بغايه الروعه الحقيقه <applause> <applause> انا بجلس سؤال فيما يتعلق بموقع دائما نتحدث عن مهنه المؤرخ موقع هشام جعيت في فيما بين معقفين الخريطه المؤرخين العرب المعاصرين، مثلا انا نتذكر مثلا شمس دائما يذكر مثلا طه حسين يعتبر طه حسين مؤرخ، يعتبر ما قام به صالح العلي ايضا مجهودات معناها مهمه جدا الدوري العراقي م. المدرسه العراقيه اليوم بعد بعد هذا خلينا نقول الاكتمال نقولها بحزن في الحقيقه هذا الاكتمال هذا المشهد اين الموضع هشام في هذا الجهد التاريخي العربي. آه لا ننسى ايضا معناها المؤرخين المغاربه اللي من المغرب الاقصى. اي آه دائما وأبداً يضع نفسه ند للند مع عبد الله العروي. عبد الله العروي. بينما طه حسين انا اختلف معك لا يعتبره آه لا يعتبروه. يقول لك طه حسين هو معناها جميل للقراءه بالنسبه لغير المختصين. آه. اه. بالنسبه للمدرسه العراقيه يعتبرهم مجمعين جيدين أي. للاخبار. مثلا له احترام علي آه وتقدير جيد بالنسبه لاحمد صالح العلي وبالنسبه لعبد آه العزيز الدوري ايضا ولكنه معناها في صلب المفكرين بصفه عامه له تقدير جيد بالنسبه ل آه يعتبرهم مجمعين آه العراقيين مجمعين وخاصه من آه احمد صالح العلي لقد سمحني, سمحني هشام مدرسه اليوم؟ أنا أعتبره مدرسة إيه لوحده. هذا خلي يحكي لنا على هذه الملامح نتاع المدرسة طبعا لما أنتم لما أنتم الطلبة نتاعو تلامذته أساتذة زملائه اشتغلتوا معاه وهو يقرر بدور الطلبة نتاعو في لأنه يعني لولا الدروس يقول لك لولا الدروس ما نعملش أنا هذا المشروع ندروس لشكون؟ ندرس للطلبة. وأكيد هذا الطلبة عندهم انتباه كبير ودفعوه لهذا البحث. شوف. هي المدرسة هذه؟ أنا يعني. أنا في اعتباري حسب تقديري، وبعد معناها مدة هيك بدات تتوضح عندي الملامح، جعيد كان معناها يحلم بأن يؤسس هذه المدرسة، وكان يحز في نفسه أنه معناها في الحضارة العربية الإسلامية ثم السيطرة. على هذا التاريخ الاسلامي مم. وكان يعتبر انه فما فرق بين التاريخ والحضاره وبين الحضاره المنهجين مختلفين مم. وفي هذا الاطار معناه يختلف مع الكثير من المختصين اختلف مع عبد المجيد الشرفي اختلف مع سم... سمونا الاشياء سمول الاشياء بمسمياتي. اختلف مع محمد الطالب محمد الطالبي, الطالبي. اه. عبد المجيد الشرفي مم. ولكن معناها خروجه المفاجئ من التعليم جدا احبطه بربي شنو هي بربي بربي شنو حكايه هذه خروج المفاجئ من يسمعوا ما يفهموهاش شنو معناها هو, يسمع يسمع معناه. آه هو في الحقيقه تمديد تمديد لنا بالله شنو الحكايه دي. آه هشام جعيت بلغ سنة سن الستين في سنة ستة وتسعين ستة وتسعين سنة, سنة, ستين سنة. عمره, ستين سنة. آه. عمره ستين سنة ولم يشتغل في الجامعة التونسية سوى تسعة وعشرين سنة 29 سنة. اي على خاطر عنده خمس سنين مشاهم لفرنسا فهمت؟ فوقتها معناها في ذلك الوقت طمنوه زملاء وقالوا له معناها سنمدد لك. اه كيستمديد. حتى بالنسبة معناها سيقع وبالحق جعيت معناها متفطن إلى الدراسة العليا وإلى تكوين الطلبة إلا عندما انتقل وهي أصلا الدراسة العليا في التاريخ ما توجدت كان في بداية الثمانينات. واضح صحيح. يعني صحيح. هو ما وعاب بالمسألة وبالتكوين إلى آخره إلا عشر سنين تقريبا قبل خروجه. لأن وقت اللي بدا يكون معناه في نواه المسار بدا يتشكل. إيه وبدا المسار يعني هو وقت اللي خرج ثم أنا وعبد الحميد الفهري وتقريبا أنت يا سلوان ولا ناقشت بعد ما خرج. لا لا ناقشت هو باش يخرج. أيوه. ايه. أنا, أنا عبد الحميد الفهري. معناها هذا يعني أنه ثم ناس قيدت معاه وما كملتش. وما كملتش. ما كملتش وخرجت من عليه معناها على, معنا على خاطر هو وقت اللي خرج من. للتقاعد م. يعني انقطع عن التأثير لأنه لم يصبح أستاذ مميز إلا بعد سنتين تقريبا إذا لذلك هو أجبر على أن يتخلى على طلبته الذين يؤثرهم لزملائه المختصين في التاريخ هذاك علاش عامل فين في أزمة الثقافة العربية هو صراحة شمجعيت أشعر أنني مهان في انتمائي إلى دولة بلا افق ولا طموح متسلطه ان لم نقل استبداديه لا يوجد فيها علم ولا عقل ولا حياه ولا ثقافه حقيقيه هذه الدوله تقمعني وانا اختنق في هذا المجتمع الاقليمي الجاهلي والمزيفين خروجه هذا له اثر عليه حتى ماديا أه, لا يعني اه يعني لا حتى لما يقرا كلام كلام هذا مش كلام قالوا في الواحد هذا كلام مكتوب يعني اسود على ابيض يعني اي هذاك كتبه المشروع 98 اي, أي ولا كتبه اي انا بودي نجاوبك كملت الو... كملت سامحني اي تفضل اين اين نضع هشام في الخريطه في اذا ثم خريطه اذا ثم خريطه اكيد اكيد جبدنا على الدوري أما ليس هو يضع نفسه احنا عندنا نحطوه واضح باش نبدا من من كلام قاله هشام عايد عن نفسه مم. هو قيم نفسه راه قيم نفسه قال انه استاذ ناجح يحكي على روحه <applause> وقال انه استاذ كل نفح. مقدمه هي كل مقدمه تجي كتاب يبدا في المقدمات عندما يعني كتب وجعيت راهو مش معناها تطبع طبعه اولى وطبعه ثانيه وطبعه ثالثه يعني ثامنه توصل باستثناء الكوفه اللي كانت اكاديميه وصار معناها ما معناه فهموش ما كتب الفتنه الفتنه العربيه اذا قال انا لا في كتاب هذا ازمه الثقافه الاسلاميه في جمله قصيره انا شدت انتباهي انا لا اكتب للترفيه انا لا و... اكتب للترفيه انا لا اكتب للترفيه يعني حب يقول الكتابه التاريخيه صعبه جدا انا لا اكتب للترفيه وانما اكتب لاستكشاف الحقائق للطليعه العلميه العالميه طليعه العلميه عالمية. العالميه العالميه جاي تكتب للعالم لا يكتب للقارئ العربي فقط والدليل على ذلك انه اصل كتاباته بالفرنسيه وترجمت والانجليزيه جاي يوجه في خطابه للعالم الكل يعني الخريطه تسحب الخريطه سولومون دونك عالمي سم يعني في مقام لوجوف نجم القلوب صديق صديق والحميد في مقام لوجوف جاك لوجوف جاك لوجوف الميدليست آه برودل اي اي يعني, أي حط, يعني ما ما في ما حط في سلم هذا السلم السلم ليس محلي ولا جهوي السلم عالمي يعني الخريطه اللي الموقع م. فيها جعيت هي عالميه وقالها قال انا يعني هنا التابين يصبح كلام فارغ يعني في م. آه, م. آه تابين العاطفي لهشام زعيط جعيط ما عنده حتى معنى لانه الرجل اي, آه أي. ثم آه جعيت آه معناها حتى نعطيه حقه اسس طليعه فكريه مش مؤرخين برك أسس طليعة فكرية يعني ستواصل مشوار جعيت وهو متأكد من ذلك ولذلك حافظ على علاقاته بطلبته حتى يتابع نمو هذا الفكر هذه البذرة الفكرية التي زرعها في في ثم معناها من من الأشياء الهامة جدا اللي نذكرها على جعيت على مستوى قيمته وال العلمية في أنه لا يمكن أن نحصر سيشام في حدود الجامعة مم. تجاوز سور الجامعة دخل الحياة الفكرية الثقافية يعني كتب في التاريخ فهو مؤرخ وفي نفس الوقت لا يمكن أن نفصل بين هشام جعيد المؤرخ ويشام جعيد المفكر يمكن أن ننظر إلى الشخصيتين بشكل متوازي يعني هناك توازي ما بين الشخصيتين يكتب في التاريخ وفي نفس الوقت يكتب في الفكري. الفكري وقد قالها وهو يكتب كتاب الشخصيه العربيه الاسلاميه اللي صدر م. عام 74 قال انا في نفس الوقت نكتب في اوروبا والاسلام لكن في النشر واحد سبق الاخر يعني يفكر ويؤرخ واضح في نفس في, في نفس الوقت واضح يسمي في التاريخ الاسلامي المبكر يسميها لا ماتريس لا ماتريس الرحم النواه اسال سؤال اقول شنو اهم فكره عنده كما نقولوا شنو اهم فكره عند ابن خلدون او شنو اهم فكره عند ماكس فيبر او شنو اهم فكره عند توينبي هشام جعيط شنو اهم فكره عنده؟ اهم فكره عند هشام جعيط هو كيف يتطور العرب والمسلمين معناه هو نفس السؤال تقريبا الذي طرح في القرن التاسع عشر كانه سؤال على شكيب ارسلان على اعلام النهضه ولكنه طرحه بشكل مختلف لان هشام جعيت في هذا التطور معناها يعطي الحل وكنا نستطيع ان نتجاوز الكثير من المشاكل واساسا الهويه لو قرانا جيدا الشخصيه العربيه آه. اذا فهشام جعيت يؤمن بالديناميكيه الداخليه في التطور وهو معناها من المؤمنين بالقطيعة بالاستم... القطيعة في الاستمرارية القطعة. لا القطيعة في الاستمرارية م. يعني أن نستمر مع الإرث لكي نتطور من الداخل بديناميكية داخلية لتحدث القطيعة بصفة معناها سلسة, سلسة. بدون إراقة الدماء وبدون معناها عنف وبدون أي شيء يعني التطور الطبيعي والديناميكيه الطبيعيه يجعل هذا التطور يصبح امرا مقضيا بدون اي شيء معناها طبيعه الاشياء انها تتطور وانها تخرج من اطار وتدخلوا في اطار علي اخر. هذه تعتبرها فكره هذي ساسيه. القطيعه في صلب الاستمراريه الدور هي معناها تيار فكري كامل موجود مم في امريكا مم آه مم آه لي آه ليت انتيكيتي ليت انتيكيتي يعني آه التاريخ آه القديم, آه آه القديم آه اسمه؟ اسلام ولا شيء. اي معناها تيار كامل. موجود و... هادكسون هادكسون برينستون مدرسة برينستون هذه فكرة يعني ما ترجمته بالعربية تقريبا التاريخ القديم المتأخر وبداية الإسلام اه إذا جعيت طور هذه الفكره من سبعينات القرن الماضي ولذلك هو يتق... يراوح بين ما نسميه بفكر بالماتريس اللي يسميه هو مم. مم. اللي هو المبكر إيه؟ وما قبله مم. واوضح بما لا شك فيه ان الاسلام اخذ الكثير من الارث الحضاري القديم سواء كان عربي او بيزنطي او هيليني او غيره او هيليني او شيء او شيء من هذا القبيل مم. مم. حتى ان المسلمين في مصر مثلا واصلوا على اساس المؤسسات معناها البيزنطيه الى حدود معنا بعد قرن تقريبا وهذا صحيح عندما اي هذا صحيح, صحيح. دونك هو يقول لك من هذا المنظور لا يمكن ان نبني وهذاك علاش قال جملته الشهيره في مم. الفتنه معناها هو يجب ان يقاوم بين يجب ان يقاوم الثقافه التقليديه والحداثه المبسطه اذا هو يقاوم مم. في نفس الوقت معناها لذلك فهو يرى اننا ليسنا قادرين على استيراد الحدث الحدث لابد ان تنبع منا ولكي تنبع منا لابد ان نفهم ماضينا و لنستطيع ان نتحاور ولا ننجز حاضرنا وما هذا شرطي كبير. هذا هذا هو لم ما يفهموش لذلك فان البعض ينعتونه بانه مفكر اسلامي والاخرين كلهم لا حداثي. سنعود النقطة ربما قبل. ولكن وهذاك علاش هو دائما يقول انا مش مقروء وانا مش مقوم الى اخره. انا قريت كتب شعيط. اختزال خاطر الوقت ما عادش. قريت كتب شعيط نخرج بشعيط. بقيمتين جعيت أضافة أضافة مفاهيم أضافة قيم صحيح يبدو من الخارج أنه مركز على الإسلام مركز على العرب وعلى الشخصية العربية لكنه هو عنده قيم إنسانية عظيمة واكتشفت يعني أنا ما نقرأ من الكتب لكن قراءتي الأخيرة لأزمة الثقافة الإسلامية, الإسلامية ثم فقرة في آخر المقدمة آه العين يعني تتغير مع العمر اكتشفت فكرة جعية لخصوا في جملة هو دعا إلى الإصلاح مصلح ليس فقط هو مؤرخ هو مصلح دعا إلى الإصلاح في كتاب الشخصية العربية عندما تحدث عن العلمانية والحداثة إلى غيره سأقرأ عليكم هذه الفقرة وهي كأنه تصور يعني نهاية نهايته يقول ولا يهم أن تبقى الأغلبية الساحقة من الإنسانية غائبة عن الانسان الحديث ولا يهم ان نتكهن بالمستقبل القريب او البعيد سواء كان جنه او جهنما فالفرد كان ميتا من قبل ميلاده اي عدما ثم يموت ثانيه او يعدم من جديد كما يقول القران لكن الفرد اليقظ الذي يعي ذلك يفهم أن العالم سيموت معه وأن أعظم ما أعطي للإنسان هو أن يصل إلى أعلى درجات المعرفة والإبداع وفعلا الدائرة اكتملت وقد اكتملت مع سي هشام يعني منذ كتابة هذه المقدمة يعني منذ قبل أن يصدر الكتاب الأخير وأن سلسلة طويلة تربطه بأبطال الإنسانية إذا جوابا على سؤالك ويقول هذا الشرط الأساسي لشحذ الهمم جوابا على سؤالك كيف يعني تصنف جعيط هو بطل 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 من ابطال الانسانيه وقال لانه اكتمل مع اكتملت معه درجات المعرفه والابداع ولا يهمه ان يموت لان العالم مات معه وما الذي يبقى والشرط الاساسي لتحقيق هذا هو شحذ الهمم وقد شحذ الهمم في طلباته دليل على ذلك وضح ما <applause> على انا انا مذابير حق من من وجههش للتامين الحب نقول جمله ربما ربما نخصوا سلسلة من الحلقات على فكرة جعيت ما فكرة حب أنكم تجاوبني عليها كلها يقولها محمد يرديسي يقول أنه جعيت كنقرنوه بمثلا الجابري طالبي أركون لا يدعي أو لا يدعو إلى إلى فكرة الإصلاح الديني. لا يقدم نفسه. لا في الشخصيه العربيه والله اه وي لاي. انا نقول لك يقول 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 حمادي ربما يقول كانه ينتمي او ينتمي الى لا بونسي دو ديزيسبوار يعني نوع من من هذا الـ الياس الـ الياس الثقافي والحقيقه انا سمعت برشا حوارات نتاعي في في الحقيقه كان يعني يقول مثلا يقول مثلا العرب ما عندهمش مستقبل في الخمسين سنه القادمه في الخمسين 50 سنه القادمه خارجين التاريخ خارجين التاريخ خارجي وخارجين الجغرافيا ولا عندهم مستقبل وعلاش ما عندهمش مستقبل؟ لانهم لا عندهم لا علم ولا قدره على التقنيه ولا التكنولوجيا هذا يقوله شمس عيد يعني ها 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 نحس انا نحس هذه النظره هذه النظره اليائسه هذه النظره السوداويه ولعل اكبر فكره فحول هذا الياس أنه يقول لك هذه امه ما غير طموح هذه امه وهذا شعب وهذه دوله ما عندهاش طموح شنو هو طموح وهذا لا اعتقد انه هذا سؤال في الصميم مما يؤكد هذه مستغربه سلوى من يؤكد سؤال هذا شعور شأنبيل بنوع من الياس أه والله انا قيت الشخصيه العربيه الاسلاميه وفي الشخصيه العربيه الاسلاميه ثم عنصر كامل على العلمانيه مم. ودعا الى العلمانيه وليس العلمانيه بصف هو هو صح لأنه يجب ان نتعامل مع هشام جعيد كسياسه عمره عمره ما كان رجل سياسه مم. يعني واستياء هو هو يقيم في الواقع المجتمع مم. العربي يقيم فيه لكنه مع ذلك دعا الى الحداثه دعا إلى العلمانية الأخلاقية والعلمانية في جميع المجالات الثقافية وفي المجال السياسي زاد دعا إليها ولم يقل أنه يائس لكن يجب أن نعرف هو هو مستاء من السياسيين الذين لم يحسنوا تطبيق هذه المناهج وهذه الأفكار الجديدة يكفي أن نطبق الأفكار اللي دعا إليها فهو مصلح لأنه يدعو الى معناه تطبيق العلمانيه ويقولها صراحه أن العلمانية ليست كفرا وليست إلحادا وإنما هو يجب أن نترك الدين في مكانه ونفصله عن الحياة السياسية والمجالات المجالات والحياة الاقتصادية إلى آخره طبعا في بعض ال... عندما يتحدث عن الأزمة صحيح معناها هو معناها حلل الوضع وتحليل الوضع ليس خطر جعيت انه ليس هناك أمال. هو الوضع هو هكذا ليس جعيت اسقط فكره من عندي مم. الوضع هو هكذا والسبب اسباب آه متعدده متداخله ومتشابكه وجعيت دوره ليس اعطاء الحل ليس منه تقديم حل هو حلل وبين ولكن المعمول به مثلا في في, في الغرب هو لانه في الغرب النهضه الفكريه والنهضه الثقافيه اللي حققت الثوره الفرنسيه اللي هو ما نجمش يتدم في العالم تاعنا لانه سمش نهضه ثقافيه وضح. كاننا به يتكلم وحده انا نقول لك ما عادش وقت هذا الموضوع أيه. في مم. مم. في تقديري انه هشام جعيت عندما كتب الشخصيه العربيه وكتب مم. اوروبا والاسلام وكتب معه عبد الله العروي في نفس الوقت معناها كتاب ازمه المثقفين العرب اذا كانوا يأملون ان يدخلوا في نقاش عميق حول مستقبل دولهم وحول مستقبل اوطانهم بعد ازمه 67 ولا بعد نكبه 67 وكانوا يريدون ان يتوجهوا باوطانهم الى اشياء اخرى ولكنهم جوبهوا بالصمت جوبه بعدم الاكتراث وهذا ما جعل جعيت ينقم على المثقفين او على الجامعين وفي هذا الاطار تاتي كتابته لذلك المقال وفي هذا الاطار ايضا منعه آه من التمديد في الجامعه آه إيه ما إيه احنا الفكره التمديد في الجامعه كان فيه سبب زملائه زملاء في الجامعه زملاء, زملاء باعتبارهم معناها مستشارين ل... لا ادري بالضبط ولكن معناها لعب زملاء دورا في علاقه بالنظام السياسي إيه علاقه بالنظام. بالنظام السياسي ونعتوه بكافه النعوم مم. الى اخره لانه كان يعتقد ان هذه الكتابات ستدخلهم في ديناميكيه فكريه تخلق ثورة فكرية وتؤثر وتضغط على النظام ربما ولكنه مم. لم يحدث هذا لذلك إن عزله وأصبح معناها لا يهتم بكل ما وزيد معناها ما نحبه ولا نكره الجامعين كانوا في تسعين في المئة تقريبا منخرطين في صلب النظام وقوسات في اتجاه ايه. بعضهم كانوا عيدا. معناها نختم نقطتين هذه حلقه دائما تحاول ان تضي باش نسال سؤالين انا يعني باش نعطيك سلوى مشالش خلينا يخليها تكون ثم مسائل تفاصيل خاصه باش نعطيك تقرا لري... تقراها لكل الرساله باش احكي ح... لها عليها صغيره صغيره أنا اي خليني نقول لك وفي نفس الوقت باش نسال كلهم سؤال نختموا به وهذا ربما سؤال آآ آآ عنده علاقه بالوضع السياسي في تونس وموقع الفكر وموقع المثقف في أه هذه العشرية عشر سنوات سنسأل سؤال أه رغبة الإسلام السياسي في اعتبار أنه هشام جعيت أه أو يسوق على أساس أنه مفكر إسلامي هذا 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 هذا, هذا جاوبوني انتم بعدين لانه يعني هذه السرديات هذه هذه السرديات التي نقراها وقراناها في عندما أه رحل هشام جعيط جاء على أساسه قربه من اسلام السياسي رساله ونرجعوا لل آه انا رساله هذه وددت ان اقراها من من هذا المنبر أي. آه لاني استات كثيرا آه ما زال جثمان استاذي في بيته واحد آه وسائل الاعلام تقول انه جعيط لم يشهد الا لعبد الله العروي كمؤرخ محترم اعترف كان بعبد الله العروي الكل مم. طيب وهذا غير صحيح آه 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 غير صحيح غير صحيح واضح غير صحيح وكتبت مقال معناها سأنشره للرد على الشخص هذا وانا متاكده ان الشخص هذا ما قراش لهشام جعيد او الكتب معروضه كان هو معناها معروضة وضح وضح. وفي عندها تذكرت لاني بقيت كنت اتواصل مع استاذي بالرسائل احسن ما فعلت في حياتي مم. دونك تذكرتها وعندي صندوق في رسائل تذكرت رساله ارسلها الي سنه 98 98 ايه 98 يقول هشام جعيط هو ما ارسلهاش لي لي ارسلها لمحمد بن رجب ولكن أعطاني نسخه منه و... الى السيد رئيس القسم الثقافي بصحيفه الصباح محمد بن رجب تونس في 8 9 98 تحيه طيب مم. قرأت ببالغ الأهمية الحوار الذي أجريته معي بالصيف وهو وفي أمين وقد استحسنه الجمهور هذا لكن من بعد يقول وجه لك ضمن هذا الطين نسخة من كتاب أصدرته تلميذتي الدكتورة سلوى العايب الحصالة ببيروت وقد وجد صدى في الصحافة العربية ولا بأس باعتقادي أن تقدمه الصباح للقارئ التونسي لأنه يشرف المدرسة التاريخية التونسية وأنت عارف بكل ما يخص التاريخ ولكن مني أجمل التحية أستاذ شعيد شاهد لتلميذاته <applause> وليس ولا 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 وانا انفي تماما انه لم يكن يشهد للمؤرخين ولأهل اهل مهنته يعني هذا ادعاء باطل وانا يعني أه واضح وصلت لذلك وصلت الرساله ووصل المعنى سؤالنا هذا هذا خلينا نقول هذا اسمح لي اسمحوا لي باش نستعمل ربما عباره ربما نوعا قاسيه هي هذا التهافت على على هشام زعيت على فكره هشام زعيت من طرف بعض الـ الـ بعض الناس اللي يعملوا في السياسه واللي ينتميوا للاسلام السياسي واللي يعتبروا هشام زعيت هو هذا هذا المفكر الاسلامي الذي يمكن ان يكون او يسوق له على أساسية رجعيت يقولها حتى بالنسبة أي. لنفسه يقول أنا لا أدرس الإسلام كعقيدة أنا أدرس الإسلام كتاريخ م. وهو يدافع عن حضارة عربية إسلامية أمام الغرب م. وهو معناها قضى جزء كبير من حياته يريد من المستشرقين الغير أكاديميين م. كما يسميهم بأن يعترفوا بأن الإسلام والحضارة العربية الإسلامية مثلت حلقه من حلقات الحضارات السابقه واللاحقه اذا وهذا كل ما كان يريده جعيط لا يريد ان ينخرط هو معناها عنده كتابات صحفيه كبيره جدا حول الاسلام السياسي وموقفه من الاسلام السياسي ولذلك من يدعي ان جعيط معناها مفكر اسلامي بالمف... او بالسياسي. قريب من التيار السياسي إذن هو ما يمكن استغله معناها ظرفيه الثوره وانتقاد جعية الشديد للأنظمة التي سبقت مم. الثورة من أجل أن يتقربوا منه وخاصة هو كان معناها قريب شوية من منصف المرزوقي على أساس أنه معارض إلى آخره ووقع دعوته كثيرا في القصر ومنصف المرزوقي ما هو كان متحالف مع الـ 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 الإسلام السياسي لذلك ربما معناها وقع توظيف هذه مم. الشخصية وخاصة بعد موته إذا أنت وقت اللي تحب تتبنى شخص ولا شخصية تبناه في حياته ليستطيع هو أن يقول إي ولا لا صح. وليس م. بعد موته، إذا هذا هذا إساءة، إساءة لشخصية معناها قدمت الكثير ويتوجب علينا كلنا أن نقرأ جيدا شعيط لأننا لو قرأنا شعيط لربحنا الكثير من الوقت في كثير من القضايا. تلواه أنا نقول أنت أنت من الكلمة الأخيرة لم يقرأوا جعيت مم. ولا حتى إن قرأوه لم هو يفهموه يقول. هو يقول دائما أنا غير ما فهموش ما فهموش يا جعيت ثم آه انا انطلق دائما من كلامه آه جعيت آه آه لم يترك مخزونه وانتماء العروبي واضح هو يتشرف بانتمائه الى الثقافه العربيه الإسلامية وهذا التشرف لا يعني أنه ثم فصل ثم فرق بين انتمائك الثقافي وانتمائك السياسي ده. هما ما يفصلوش هو يتحدث عن ثقافة هما يتحدثون عن سياسة وأكبر دليل على أنه ليس له هذا الانتماء عندما في في مقدمة كتابه شخصية العرب الإسلامية وهو يتحدث عن أسباب دواعي اختيار لموضوع الكوفة المدينة العربية الإسلامية يقول أردت آه أن أبين أن هذه المدينة العربية اللي أسسها عرب من الجنوب من اليمنيين آه ليس معناها على المستوى الثقافي والحضاري ما فيهاش كان الصفة العربية ليست لها الملامح العربية من لها وإنما تنهل من الحضارة البابلية والحضارة الهيلينستية والحضارة الفارسية والحضارة الرومانية كله موجود في المدينة العربية الإسلامية اللي هي أول مدينة معناها أخذت شكل تاع خصوصية الحضارة العربية الإسلامية مم. دونك حتى في في عمق العروبة والإسلام نلقاو التاريخ كله دونك آآ آآ معناها ما يقولونه عن الأستاذ إدعاء غير صحيح في, في نفس هذا الموضوع فيما يتعلق بفكرة الحداثة آه. مش عيط لا يعتقد أن العرب دخلوا الحداثة وإنما إنما هي حداثة شكلية وشيء وحداثة مزيفة <تصفيق> <تصفيق> آه صحيح يعتقد كثيرا في هذه الفكرة لأنه يعتقد أن الطريق إلى الحداثة دخلناه خطأ طريق الحداثة الحداثة دخل إلى الحداثة انطلاقا كما ذكرتم منذ حين من ديناميكيه داخليه وانما اخذناها انطلاقا من اخذ اشياء معنى تقنيه وتكنولوجيه ونشور هذه الحداثه ولذلك لن نستطيع ان ننتج علما ولا تقنيه ولا تكنولوجيا وهذا ما يجعلنا نتبع معنى هذا المستعمر الذي اهاننا ويهيننا في كل يوم اذا جعية يعتقد اعتقادا معناها عميقا, عميقاً ومعناها و... متأصلا أن الحداثة وأن التطور خاصة لا يحدث إلا من الداخل يمكن أن نتأثر بالخارج ولكن معنى الأساسي هو في الداخل إذن وهذا لا يعني أن جعيت لا يؤمن بالتأثير والتأثر ولا يعني أنه لا يؤمن تعقد العوامل المتدخلة في كل تحول وفي كل تطور ولكن الداخل يبقى هو الأساس صلوا شو هو أهم كتاب في ما كتبه شام جعيت وعلاقته بمشغلك أنت فيما الذي يتعلق بالمسيحية ورانا نستناو في كتاب النبي النبيات العربيات اي تفضل تغير عنوان <applause> هو كتب جعيد كلها مهمه لكن هناك محطات كبرى م. شو اهم؟ آه المحطات الكبرى ليست مرتبطه بالكرونولوجيا وبالزمن وانما بالابداع ابدع جعيد في الفتنه. فتنه؟ أي هو الفتنه يقول اكبر أسلوب أسلوب اسلوبه حي أه؟ جدليه جدليه الدين والسياسه في الفتنه ابدع فيها اش قال في الخاتمه بتاع كتابه؟ مم. قال وقد كانت الفتنه ولاده للتاريخ. مم. يعني أحدث ديناميكيه قلبت العالم هو يقول مم. في الحقيقه فيما يقص كتاب الفتنه يقول ثم سببين انه هذا الكتاب لقى رواجا ونجاحا عند القارئ عند المتلقي اولا الجمهور هو في فتنه مم. فتنه سياسيه وروحيه و... مم. وكذلك ايضا الاسلوب الدرامي ويبدو ان المتلقي العربي يحبذ هذا الاسلوب الدراماتيكي المسرحي ها. في هو عبر عن الواقع يعني أيه. هي دراما فعلا هي دراما لكنك جعيت عنده أسلوب الحي يجعل ياخذك معه الى الواقع يعني يعود بك الى الفترة ويتركك تعيش الاحداث كانك فعلا كنت معهم يعني ثم اسلوب رائع يبسط معناها لا تقلق عندما تقرا وجعيت يعني يعني قرأ مئات المصادر عندما كتب الفتنة زعيت أهدر جانب كبير من صحته وتعب كثيرا في كتابة المريض ليست إنشا كتابة التاريخ ليست إنشا شو إيه يقول هو هو معناها عندما قدم مقدمة كتاب تأسيس الغرب الإسلامي أيه. اللي أصله مقالاته في الستينات عن الغرب الإسلامي <applause> والفكر الإسلامي يقول فوجئت بسعة اطلاعي لأنه من الستينات قدم فوجئت بسعة اطلاعي ولا أعتقد أنني أقدر اليوم على هذا الاطلاع كان يقر كان يلتهم الكتب وكان يعود الى مئات المصادر ونقطه قوه الفتنه هي الاطلاع اطلاعه واعاده يعني بناء الاحداث بناء شبه واقعي يعني كاننا نعيش معهم آه تماما أي. آه... باختصار شديد نفس آه. السؤال خلينا في كتابه الجعايت انها مكثفه كثيرا م. وعلاش لاقت رواج الفتنه؟ لاقت رواج لان اسلوبها جميل لان اسلوبها تقريب شبه روائي وهذا ما جعل الناس معناها تنخرط في كتاب حتى في الغرب بالنسبه لك انت إيه حتى انا بالنسبه لي الكتاب احسن كتاب هو تاريخيه الدعوه المحمديه تاريخيه الدعوه المحمديه الاناجيل الاربع خلينا نذكر شكرا جزيلا على هذه المساهمه اذكر بكتاب هشام رجعية الكوفه نشاه المدينه العربيه الاسلاميه هشام جعيت الفتنه جد جدليه الدين, الدين والسياسه في الاسلام المبكر دار الطليعه انا باش نذكرهم فقط للجمهور مغير غير ترتيب يعني كرونولوجي بطبيعه الحال ازمه الثقافه العربيه الاسلاميه تاسيس الغرب الاسلامي القرن الاول والثاني الهجري السابع والثامن دار الطليعه هذا كتاب اوروبا والاسلام صدام الثقافه والحداثه والشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي الدكتور هشام زعيت وبطبيعة الحال لننسى السيرة, السيرة الثلاثية السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوة السيرة النبوية اثنين التاريخية الدعوة المحمدية في مكة والسيرة والجزء الثالث اللي هو السيرة النبوية في المدينة وانتصار انتصار الاسلام هشام زعيط هنا عندنا نحن النسخه الفرنسيه وكتابه الاخير الصادري عن دار سراس هذا كتاب غير اخر مكتب هشام جعيد بونسي ليستوار بونسي لا ريليجيون وهو محبب هذا النوع من الكتاب لانه يعني يعشق هشام جعيد المقارنات الحضاريه وهنا هناك مقارنه كبيره بين الديانه التوحيديه والبوذيه ووسع الرؤيه توسيعا يعني مهولا وكتاب يستاهل القراءه والاطلاع والاحتفاء أه سلوى بالحاج صالح اذكر سلوى بالحاج صالح العايب اذكر بكتابك أه قريش وقائع واحداث قبل الاسلام دار الطليعه وكتابك المهم جدا هذايا المسيحيه المهم جدا ما مش معناها كتبك الخير مش كتابك المسيحيه العربيه وتطوراتها من نشاتها الى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي وحياة انا كتب كتبك ما عندناش باش ولكن مرة جاية ان شاء الله نوريه كتبك ولكن فيما يتعلق بهشام جعيط اذكر بهذا الكتاب هذا الكتاب هشام جعيط كتاب حول حياه عمامه بالفرنسيه، لماذا تكتبون بالفرنسيه؟ لان هذا أه شو معهد العالم العربي معهد العالم أي هو العرب كتاب مشترك بين الملك فيصل او جائزه الملك فيصل ومعهد والمعهد العالم العربي كرسي المعهد الثقافه عندنا برشا اشياء ربما كثيره في الحقيقه في الجامعه حق من, من هي الثقافه تعرف مش نعرف بزوز كتب وتعلق عليهم كتاب آه اذا فاطمه آه شلفوح والموظفون السمون التونسيون 1881 1956 جامعه تونس كليه الاداب والعلوم الانسانيه تقديم الدكتور محمد العزيز بن عاشور هذا الكتاب اهميته الكتاب هذا في الاصل هو دكتوراه معناها رساله دكتوراه قدمتها هذه الطالبة الباحثة فاطمة وهي تنتمي إلى مخبر أنا أديره هذا المخبر مخبر تاريخ الاقتصاد المتوسط ومجتمعاته وفي هذا الإطار معناها الكتاب الثاني اللي هو في الأصل زاد أطروحة عدل بن عثمان تمت, تمت تحت إشرافي خلينا نقراه العنوان الزواج والقرابة والسلطة عند الخاصة المسلمة من زمن النبوة إلى ما قبل ظهور العائلات العسكرية العسكرية فعلا هو كتاب معناها حول الأنساب معناها أنساب الطبقة الحاكمة بصفة عامة طيلة أربعة قرون وقد انجز هذا هذه الاطروحه ان شئتم هي في الاصل اطروحه انطلاقا من قواعد البيانات باعتبارها طريقه جديده في التاريخ الكمي اللي يسميه التاريخ الكمي اذا وقد اجاد هذه هذه الطريقه ونفس الشيء بالنسبه لكتاب فاطمه شلفوحه هذا كتاب نسيتو انا، نحب نذكره به، عنده علاقه بهشام جعيط، التاريخ العام للبلاد التونسية، هيستوار جينيرال دو دولة تونيزي، الجزء الثاني فيما يتعلق بالقرون الوسطى، القرن طبعا القرن السادس، القرن السادس السابع ميلادي والقرن 15 معناها ميلادي هجري، في كتاب فيه زوج نصوص مهمين في الحقيقة، زوج هشام جعيط ودراسة مهمة جدا لشاب جعيت ودراسة أيضا لمحمد الطالبي الطالبي موجود في ربما الارتيكل نتاع هذاك موجود موجود في, في تأسيس الغرب ونختموا بشوية فلسفة نحب نعرف بالعدد الأخير أنا راني مغروم بالفلسفة مم. بالتاريخ مم. وبالفلسفة مجلة فيلوزوفي ماجازين عدد خاص خاص بالفلسفة الرواقية مارك أوريل إبكتات سيناك شكرا جزيلا شكرا. على هذه المساهمات وما يتبقى المقام مقامات أنور برحم